لو انا عايز اتكلم على اجمالي الخسائر مش هقدر احصرها لك كده وانا بتكلم، لكن عندك كل نادي عنده تقريبا خسارة 250 الف جنيه اعلانات على عدم الاعلانات اللي هي في الارض الملعب، وعنده 150 الف جنيه او 200 الف جنيه على بس المباريات اللي هي بتاع التلفزيون. فانت بتتكلم على مينيمم عن كل مباراة في نص مليون جنيه خسارة على كل نادي عن كل مباراة. في الرعاة طبعا يعني هم دلوقتي حاسين انهم عندهم فلوس في الميزانيات بتاعتهم مش قادرين يحركوها، فعندهم فرصة يستغلوها في اماكن تانية. يعني اللي عايز يروح التلفزيون يروح، اللي عايز يروح في اعلانات الطرق يروح، في اوت دور في. لكن احنا بنحاول ان احنا نخلي الميزانيات دي لغايه لما نقول لهم بس ايه، هنشوف الحل، اذا الحل وافقكم هنكمل، اذا ما وافقكوش تبقوا تعملوا الخطط اللي هي البديله. الحل انا بقول انه لازم يجي توافقي بين الثلاث جهات، بين الرعاه وبين الانديه وبين الوكالات الاعلانيه، اللي هي كل الاطراف خسرانه، فاحنا نحاول نقلل خسائر كل جهه علشان خاطر نطلع بحل توافقي يصلح لان احنا نرجع كره مصريه مره ثانيه. ضيوفنا الان هم الكابتن فتحي مبروك، كابتن الكباتن والمسؤول عن الناشئين في النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. وايضا يشرفني يكون معنا الدكتور ياسر ايوب، الكاتب والمحلل الرياضي والصديق العزيز. اهلا بك كابتن ودكتور ياسر. السؤال، الخسارة من منظور حضرتك كنت لاعب وأنت الآن مدرب ناشئين وتعرف طبعا ظروف كل زملائك في الأندية، حينما يتوقف الدوري هناك طبعا هدف من إيقاف الدوري، لكن في خسائر، في فاتورة بتدفع، تفتكر بالنسبة للاعب وبالنسبة للمدرب إيه هي الفاتورة؟ لا، هي الفاتورة طبعا بالنسبة للأندية بالنسبة لكل أطراف اللعبة دي خسارة وبتدفع فاتورتها كل أطراف اللعبة، ولكن بالأخص ما نيجي نبص للاعبين، اللاعبين يمكن من النواحي المعنوية والنواحي النفسية والنواحي أيضا الهدف اللي عنده، الهدف النهاردة بيسعى البطولة، الهدف النهاردة بيبتدي الإعلام يتكلم عليه، الهدف النهاردة المستوى الفني بيرتقي إزاي، النهاردة البطولات اللي داخل فيها أصبحت النهاردة خسارة كبيرة على اللاعب. النهاردة اللاعب بيلعب ماتشات ودية، الماتشات الودية ليست هدف، الماتشات الودية ما هي إلا استعداد لمباريات رسمية أو بطولة رسمية، ولكن المباريات الودية إذا اتلاعبت دلوقتي في صورة منظور إن إحنا بنضيع السنة أو بنمشي برنامج مباريات ودية ومن غير هدف، اللاعب نفسه بتجيله حالة من الشيء من الملل، وحالة من أيضا المستوى الرسمي البياني الفني والبدني بيبتدي الكيرف ينزل. يعني حضرتك كنت لاعب، وجود جمهور في ملعب، وجود مسابقة سخنة فيها نقط وفيها كاس، اللي منتصر بيكمل والمهزوم بيخرج، الروح دي لما تبقى متوقفة بتأثر ازاي؟ بتأثر على اللعيب. النهاردة الجماهير دي عصب كرة القدم وعصب الحياة. الجماهير النهاردة بتروح بتدي رونق جميل، بتدي تشجيع، بتدي النهاردة الملعب حتى وانت داخل الاستعداد، لما بتبقى داخل الملعب وتحس الملعب فاضي بتبقى شعور غريب للاعب كره القدم. كانه اتغيرت كابتن فتحي، الجماهير اتغيرت تغيير كبير، اتغيرت كبير، معلش يعني في انفلات اخلاقي كبير دلوقتي حقيقي. عمرنا ما كنا بنسمع هذه الالفاظ، وعمرنا ما كنا بنسمع هذه الشتيمه، عمرنا ما كنا بنشوف اللي حصل في استاد بورسعيد. عمرنا يعني اقصى حاجه كان زمان الحكم يتشتم، اقصى شتيمه ايه يا حضرتك؟ كان شيلوا الرف، يمكن الدكتور ياسر يمكن عاصر الحاجات دي وحضرتك عاصرت، شيلوا الرف. كان يوم ما بيحصل اي حاجه مثلا لو فيه هجوم على لعيبه النادي الاهلي او اي لعيبه بيرمي طوب على الاتوبيس وشتيمه وكلام من، ولكن لم تصل الى هذه المذبحه الكبيره اللي حصلت في بورسعيد. فاللعيب تاثير الجماهير تاثير كبير. يعني النهارده حضرتك انا كنت سامع حضرتك قبل ما ادخل الدوره التنشيطيه اللي بيعملها اتحاد الكوره، ولا ليه اهميه ولا ليه اهميه، ده بيعاقب الانديه. يعني ليه؟ اشرح لي. بيعاقب الانديه يا حضرتك النهارده. انا بعاقب الانديه النهارده بتقول انا هشتغل النشاط من غير جماهير، يعني كانك بتعاقب الانديه كلها النهارده ان ما حدش يلعب كوره بجماهير. زي ما قلت لحضرتك النهارده اللعيب والمدرب وانت داخل الملعب ما فيش جماهير، خلاص بتلعب كانك بتلعب النهارده تقسيمه
تقسيمه. انت عامل تقسيمه في النادي بين فرقه حمراء وفرقه خضراء وبتلعب عادي. المدرب حتى النهارده ما بقاش عنده هدف، مش هتلاقيه بيقوم، مش هتلاقيه بيتكلم، مش هتلاقيه متحمس، مش هتلاقيه بيدي توجيهات، هتلاقيه قاعد في شيء من الهدوء والاسترخاء. ولكن الثلاثه بونت والبطوله والماتشات الرسميه هتلاقي دايما المدرب في حاله انفعال وحاله النهارده كوتشنج، قاعد النهارده صاحي وقاعد النهارده بيوجه لعيبته وقاعد النهارده. هتلاقي الجماهير النهارده بتدي حماس كبير قوي، هتلاقي اللعيب النهارده خوفا من الجماهير، هتلاقيه النهارده بيبذل اقصى ما في وسعه عشان الثلاثه بونت وعشان رضاء الجماهير ورضاء ايضا البرامج والقنوات اللي زي على الماتشات وكل هذه الامور. انا عايز اعرف راي الدكتور ياسر في قرار بايقاف الدوري اولا قبل ما اخش معاك في التفاصيل. انا اؤيد هذا القرار وارفض يعني عودة نشاط كرة القدم، وأتعجب من الذين يطلبون من الناس السماح بعودة كرة القدم ولا يمارسون نفس هذه الضغوط على من بيدهم الأمر للإعلان أولا على عقوبات ضد كل من تسبب في مذبحة استاد بورسعيد. يعني أنا شايف إن احنا بندير المسألة بمنطق مغلوط أو معكوس. أنا شفت قتلة في الملعب وانت عايزني اتناسى هؤلاء القتلى واتناسى دمائهم واعود الى حياتي الطبيعيه. طب على الاقل اعمل حسابي، احترم مشاعري، احترم اللي شفته، اعلن الاول عن عقوبات ودين من تسببوا في ذلك، ثم نجلس نتفاوض معا كيف نعود. انه لا معنى للحديث عن عوده كره قدم قبل وضع حلول قويه ورادعه وواضحه للأسباب التي أدت للكارثة السابقة. بالضبط. وإلا سنكون كمان واحد راكب عربية وعمل حادثة، وقبل ما يعرف هو عمل الحادثة ليه ويطمن على حال عربيته راح راجع راكبها وماشي تاني عشان بنفس يعمل الطريقة عشان يعمل حادثة تانية وأكبر وأكبر وأكبر. يعني أنت عايزني أرجع النشاط دلوقتي عشان ال 74 بتوع بورسعيد يبقوا 200 في الإسكندرية، يبقوا 300 في استاد القاهرة. يعني ما أنت الأول انت اعلنت بصراحه وبوضوح شديد ان من سيقتل احدا في ملاعب كره القدم فلا عقوبه عليه ولا على النادي ولا على الجمهور. تفسير حضرتك ايه؟ يعني ده يمكن متسق مع كلام حضرتك ان رغم حب الجمهور الشديد لكره القدم وكره القدم في مصر بالتحديد، الا انه عندنا الجمهور اللي بيشاهد هذا البرنامج جمهور سي بي سي وجهه نظره انه 85% نعم مع قرار إيقاف و 15% مع ضده. يعني لأنه يعني أعتقد أن هذا الجمهور هو واعي وجمهور عارف حاجة. لو طرحت هذا الاستفتاء قبل 25 يناير 2011 كنت هتجد 93-94% بيؤيدوا عودة الكرة، لأنه وقتها لم نكن نملك إلا كرة القدم، هي حياتنا وهي سياستنا وهي أحزابنا وهي يعني كل أفكارنا. الآن تغيرت وعادت الكرة إلى مكانها الطبيعي ودورها الطبيعي، ولم تعد هي محرك الأشياء، ولم تعد هي علم مصر، ولم تعد هي كبرياء مصر، ولم تعد هي فرحة مصر. هذا الجمهور أصبح واعيا الآن، فلا يمكن خداعه مرة أخرى بأن كرة القدم هي أهم ما في الحياة. طيب أسأل الكابتن فتح، حضرتك مسؤول عن الناشئين في النادي الأهلي وأكيد عينك برضو على كل الناشئين في مصر، إيقاف كرة القدم بشكل عام وإيقاف كل الرياضات أثروا إيه على الناشئين؟ لا هو ليه تأثير، يعني ليه تأثير على المرحلة السنية اللي مسكها مرحلة شباب، مرحلة شباب يعني مستمرين بيجوا بيتدربوا معاك بيتدربوا بس زي ما قلت لحضرتك النهارده ما عندوش هدف، النهارده المسابقات متوقفة، النهارده دي آخر مرحلة سنية لهذا اللاعب، النهارده هو عايز النهارده يلعب ماتشات، عايز النهارده في سمسرة تيجي تتابعه، عايز النهارده مدربين من الانديه الثانيه تيجي تتابعه عشان الموسم الجديد النهارده يقدروا يقول لك ان عند في لعيب في النادي الاهلي هنقدر ناخده الموسم الجاي. فاللعيبه بتلعب من غير هدف، بتلعب من غير هدف لان حتى الدرجه الاولى عندنا في النادي الاهلي برضو زي ما حضرتك عارف وتفضلت ان في ماتشات كتير قوي بتتلعب ولكن ماتشات وديه. ماتشات وديه اللعيبه دي كانت عايزه تلعب الماتشات الرسميه عشان تدي فرصه نديها فرصه حتى جهاز الدرجه الاولى يشوفها ويبتدي يستعين بيها في الفترات القادمه. ولكن زي ما قلت لحضرتك التمرين ليس هدف. طب تأثير ده على المنتخب ايه؟ لا هو المنتخب يعني انا المنتخب هو دلوقتي المنتخب ماشي في خط متوازي كويس قوي على فكره، ماشي في خط متوازي ان هو دلوقتي بيجمع اللعيبه اللي هو باصص لهم بمنظور يمكن بياخد عدد كبير جدا من اللعيبه باستثناء لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي المشتركه في البطولات الافريقيه بياخدها
بياخدها على اساس ان يبقى عنده سياسه تغيير وتبديل فيما بعد اذا كان هناك في بعض المراكز مهزوزه ممكن يستعين بحد من الناس. فهو النهارده بيلعب ماتشات وديه، بيلعب ماتشات وديه النهارده بعناصر كتير قوي، يمكن كره القدم المصريه لسه على الخريطه، الناس دي لسه ما تعرفتش للجماهير المصريه قوي، ولكن دي سياسه انا شايفها سياسه كويسه لحد ما يبتدي المنتخب. لكن حتى برادلي نفسه كمان فكره انه الدوري بيقف ما عندوش فرصه ان هو يستكشف اكتر واكتر اللعيبه الا بقى من خلال لعبهم معاه، يعني هو كان بيحضر المباريات بتاعت الاخرين. يعني خلينا برضو واقعيين، النهارده منتخب مصر هيبقى تشكيله غالبا بيبقى فيه على الاقل 5-6 من النادي الاهلي، في 4 من نادي الزمالك، هيبقى فيه من نادي الاسماعيلي، هيبقى فيه من نادي الحرس، هيبقى هو عنده يعني عنده ارضيه كبيره جدا من اللعيبه، لانه ما تابعش في الفترة اللي حصلت من شهر فبراير والمجزرة والحاجات دي، لا هو بيتابع قبل، وبعدين معاه جهاز فني كابتن ضياء السيد عنده كل كبيرة وصغيرة عن كل لعيب، ده يصلح للمنتخب المصري ولا يصلح انه يمثل المنتخب وما يصلحش. فعنده النهاردة عناصر كتير جدا، بدليل ان هو مختار عناصر ما كانتش يعني تدور على الخاطر، عناصر كتير قوي اختارها ولعب بيها ماتشات ودية، ولكن لسه قوام منتخب الاساسي ممكن يتمثل فيه لعيبه نادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك وحرس الحدود والاسماعيلي، في عناصر كتير. طيب المنتخب دكتور ياسر، حضرتك شايف انه الايقاف ده ممكن يكون نعمه وليس نقمه بالنسبه له؟ ممكن يكون نعمه وممكن يكون نقمه، لكن المنتخب الان لم يعد بنفس اهميته لدى الوعي الجماعي الكروي في مصر. يعني مصر ليه يا دكتور؟ عايز اقول لحضرتك واستاذن حضرتك في تفسير ممكن قد يبدو خارج السياق الرياضي. أول جملة أو رؤية مكتوبة في تاريخ الرياضة في العالم كانت لما الملك إيبيتوس انتصر في واستولى على جزيرة إيليا في اليونان القديمة، وذهب إلى كاهنة المعبد يستشرها ماذا يفعل بعد الحرب. فالكاهنة قالت له جنودك تعلموا القتال واعتادوا عليه، دعهم يلعبون وإلا حاربوك، دعهم يلعبون وإلا قتلوك. دي أول رؤية مكتوبة في تاريخ الرياضة في العالم، ودي اللي بتفسر كيف بدأت الدورات الأولمبية القديمة. ما بيلعبوش، احنا بنحارب. ايوه، عشان كده ده يفسر لحضرتك ليه غالبية الاستطلاع قالت مش عايزين الدوري. الدوري نحتاجه وكرة القدم نحتاجها في ظروف أخرى، تكون حياتنا طبيعية ومتسقة، فنحتاج إلى انفعالات الملاعب في كرة القدم. الآن نحن نعيش هذا الانفعال في شوارعنا وفي ميادنا وفي حياتنا وأمام شاشتنا، فلم نعد في حاجة إلى إثارة بهدف يضيع أو ضربة جزاء تحتسب أو لا تحتسب. في إثارة أكتر، يعني في إثارة في الواقع نفسه أكثر. إحنا ال 14 شهر اللي فاتت شفنا كل الإثارة الممكنة، ده يعني بيخلي تضاؤل كرة القدم. ده بيؤدي من غير ما حد ياخد باله إلى أن كرة القدم تتضاءل مساحتها في اهتمامنا وفي وعينا، لأنه لم نعد في حاجة إلى أهلي وزمالك وإسماعيلي واتحاد علشان نعيش الانفعال والأدرينالين نفرزه أكثر. نحن نفرز الأدرينالين كل يوم. تفسيرك إيه؟ تفسيرك إيه جموع الشباب اللي بتشوفها في الكافيهات قاعدين بيشوفوا ماتشات برشلونة وريال مدريد والدوري الانجليزي وفي حالة حماس شديد جدا؟ يعني الكرة في دم الناس، الكرة وهتظل في دم الناس. لكن زي ما قلت حضرتك انا على علاقة دائمة وقوية بألترس النادي الاهلي، ولو تأذن لي حضرتك انقل رأيهم انه هم شايفين انه عودة النشاط يعني انهاء القضية وضياع الحقوق، وهم من وجهة نظرهم أنه مجرد الدوري أن يعود ونبتدي الإعلام الرياضي المصري يعني الذي ينقصه الكثير من العقل والحكمة هينساق وراء هذه المباريات، وحكم ده غلط واللاعب ده قال كذا والجمهور قال كذا واتحاد الكرة عمل كذا، فساعتها لن يكون هناك متسع لأي حديث لا عن شهداء. عندهم منطقية في ده أنه هو فكرة اقفل الملف ده الأول وتحدث كده عدالة ناجزة، ثم بعد كده نتكلم عن حاجة رغم أنهم أكتر ناس عاشقين للكرة وعاشقين بجد ودفعوا وفي ناس منهم دفعت أعمارها ثمنا لتشجيع كرة القدم، ولكن هم معاهم حق ولديهم المنطق في ركل تشجيع الألترس. يعني
الفانيلات الموحدة، حركة الانضباط والالتزام، يعني دول بجد وبدون أي مبالغة دول أجمل قصة حب في تاريخ كرة القدم. أنا معايا واحد بيحب الكرة جدا من المشاهدين، الأستاذ أحمد عبدون، هو متصل بينا، عايزين نعرف منه رأيه إيه، نعرف منه رأيه إيه فيما يحدث الآن وإيقاف الكرة، وهو أحد المشجعين المتحمسين جدا للكرة. أستاذ عبدون مساء الخير. الخير يا فندم، مساء الخير على ضيوف حضرتك. اهلا بيك. انت اللي فهمته ان حضرتك عاشق لكره القدم، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا حياتي هي النادي الاهلي، وفرجة على النادي الاهلي متعتي الوحيده ان انا اكون قاعد في الاستاد بتفرج على ماتش للنادي الاهلي. طب كويس. تقدر تقول لي اولا مشاعرك ايه دلوقتي ما بين مشكله ما حدث في بورسعيد وعشقك لكره القدم ونفسك انك انت تشوف النادي الاهلي تاني؟ طيب حضرتك، هو دلوقتي مبدئيا الكره توقفت ليه؟ الكره توقفت ان في كارثه حصلت. اوكي، احنا دلوقتي بنقول الدوري يرجع ولا ما يرجعش؟ طب ما تيجي نقول الاول الدوري وقف ليه؟ الدوري وقف عشان في كارثه حصلت. هل احنا دلوقتي ابتدينا ان احنا نحل الكارثه دي ونشوف ايه اسباب الكارثه؟ ما عملناش كده لغايه دلوقتي. اللي احنا شايفينه لغايه دلوقتي الحاجه الوحيده الكويسه اللي حصلت، والحمد لله ان هي حصلت، ان النيابه الحمد لله مشكوره جدا ان هي حولت جزء كميه كبيره من الجناح حولتها من المحكمه، فده جزء اولاني وده جزء جنائي. طيب ما نيجي على الجزء الرياضي بقى، ايه اللي حصل في الجزء الرياضي لغايه دلوقتي؟ عملنا ايه اتحاد الكوره المبجل مع النادي المصري وجماهيره لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي كل اسبوع بنسمع لا كمان 10 ايام، طب كمان اسبوع، طب كمان 5 ايام، لغايه لما خلينا الناس دلوقتي كلها بتقول النادي المصري مش هينزل، النادي المصري ما يحصلوش حاجه، النادي المصري ده قلاع من الكره المصريه. طيب مبدئيا كده في ناس في السياسه طبعا بتتكلم بدون ذكر اسماء، طيب ايه دخل السياسه في الكوره؟ الفيفا اول لما عرف ان دكتور جنزوري اقال اتحاد الكوره انبعت على طول وقال ده تدخل حكومي، احنا مش هنرضى بيه ومش عايزين تدخل حكومي. قام اتحاد الكوره مقدم استقالته. طيب دلوقتي في اعضاء مجلس الشعب معروفين عمالين يتكلموا بيقولوا المصري مش هينزل، المصري دي بلدنا ومفيش مصري هينزل. طيب دلوقتي حضرتك يعني دي كمان بتعمل مشكله كبيره اكتر، بتخلي اتحاد الكوره اللي هو يعني اللي هو جزء كبير جدا من المشكله مش عارف ياخد قرار، مش قادر ياخد قرار. بعدين لما بنقول كره ترجع، طب هي كره هترجع ازاي بدون اتحاد كوره؟ مين اللي هيدير الكوره في مصر؟ طالما احنا دلوقتي عندنا ناس اصلا مش عارفين ياخدوا قرار، يعني لناس قتلوا 75 واحد، 75 روح شهيده بريئه راحت عشان رايحه تشجع فرقتها. ودلوقتي والناس يعني انت رغم حبك للنادي الاهلي، حبك لمشاهده كره القدم، لكن لا ترى انه مقبول او منطقي انه تعود كره القدم قبل حسم هذا الموضوع اداريا من قبل الاتحاد وجنائيا من قبل القضاء العادل. بالظبط، لازم قصاص عادل. لازم قصاص عادل، ولازم يعني على الاقل الامهات اللي قاعدين في بيتهم دول يعني ازاي هيقدروا ان هم يبصوا يشوفوا ماتش بيتلعب واولادهم لسه حقهم ما جاش؟ يعني ازاي؟ طب حرام، يعني حرام، يعني احنا مثلا ممكن نروح الاستاد حتى مش قادرين نبص على منظر الاستاد فاضي، حتى مش الاستاد فيه لعيبه، يعني احنا رحنا زمان يعني الواحد ما بيشوفش حاجه احلى من انك تشوف لعيبه النادي الاهلي بتلعب قدامه، دلوقتي مش قادرين نبص على حاجه، مش عايزين نبص على حاجه، كل اللي احنا بنطلب بيه حاجه واحده بس، ان اخواتنا اللي راحوا دول راحوا دمهم راح حضر عشان بس رايحين يشجعوا فريقنا ويسندوه في اي حته هو بيروحها، اتقتلوا اترموا من فوق مدرج. طيب. يعني واحد اتكتب على وشه ويعني حاجات انا مش قادر اقولها. طب احنا مش عايزين نرتكب جريمه ان احنا نسخن الناس، لكن انا متشكر لمشاعرك ومقدرها، ومتشكر للعقلانيه اللي انت يعني رغم كل العواطف انه رغم انك عاشق للكوره وحياتك هي النادي الاهلي، لكن بتقول الكوره تتوقف، اللي هو الكلام اللي هو بيقوله. كابتن فتحي، في كتير من هؤلاء الشباب رغم عشقهم الشديد للكوره وحياتهم كلها الكوره الا انهم بيشوفوا ده. في ناس بيقولوا انه الخساره او التقارير دول ان الخساره الماديه. احنا ما بنقولش ان هذا مبرر للعوده، ولكن في نتائج لازم نحددها. في خسارة اللاعبين، في خسارة المدربين، في خسارة الأندية، في خسارة شركات الدعاية، في شركات الإعلان، في محطات التلفزيون دي خسارة ليها،
في محطات الراديو في الصحف، غير بقى الصناعات، ويمكن حضرتك أقدر مني تقدر تشرح الصناعات المبنية على ده، من أول الراجل اللي بيبيع مية وكوكاكولا وإعلام وبرانيت إلى محلات الرياضة اللي بتبيع الأدوات الرياضية وكل ما هو له علاقة بهذه الصناعة. هو أنا لا أستطيع أن أتجاهل أنه في خسارة لكل الأطراف، بما فيهم الأندية، بما فيهم الشركات الراعية، القنوات التلفزيونية، اللعيبة، كل الناس عندها خسارة. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه هؤلاء قوى ضغط. لماذا تضغط على الجمهور وحده؟ أين الضغوط التي تمارسها كل هذه الهيئات بكل ثقلها على حقوق الذين ماتوا؟ يعني حضرتك رأيك أن القوى التي أديرت من إيقاف الدوري مش تضغط على أن هي ترجع النشاط، ترجع النشاط، لا، هي تضغط على أنه على عودة الحقوق، عودة يعني الحقوق، وإلا يعني أن سرعة عودة الحقوق هي الضمان الوحيد تؤدي إلى عودة النشاط في أسرع وقت. أنا هتعامل مع أي قناة بتطالب بعودة الدوري أو أي شركة راعية بتطالب بعودة الدوري بصرف النظر عن أي شيء، كما لو أنه عايز يحقق مزيدا من الربح المغموس بالدم. اضغط، مارس كل ضغوطك كإعلام، كمؤسسات، كاقتصاد، كشركات، على من بيدهم الأمر، ورد الحقوق لأصحابها. كابتن فتحي، حضرتك مع وجهة النظر دي أيضا؟ أنا مع وجهة النظر، لأن طبعا زي ما حضرتك قلت، زي الأندية واللاعبين والحكام وكل الدنيا فيها فتتحمل خسارة، ولكن لازم يبقى فيه النهاردة ضغوط كبيرة جدا، إن كل دول متضررين دلوقتي، فأنت النهاردة الضرر، انت النهارده عايز ترجع فايده ليك، فالفايده ليك هترجع اذا كانت هناك الشق الاداري باي عقوبه تاخد ضد النادي المصري، والشق الجنائي بمحاكمه الناس اللي تسببت في هذا الكلام. اما هيبقى في شق اداري وشق جنائي، كل هذه الامور وكل هذه الفوائد هتعود على اللاعبين والمدربين والهيئات والحكام والجماهير نفسها. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، حتى بائع الجرايد، حتى الناس اللي بتصنع الملابس، حتى الناس النهارده اللي بتبيع التذاكر في السوق السوداء، كل دي النهارده مصالحها متوقفه، كل ده النهارده مصالح متوقفه، والناس النهارده متضرره من هذا الوضع. فاللي بيصيبه ضرر لازم الاول النهارده يضغط فعلا عشان النهارده الضرر ده يزال وترجع له الفايده تاني. فانا شايف ان الامور كلها احنا بنتكلم، يعني انا شايف حتى اللجنه التنفيذيه دلوقتي في اتحاد الكره بتتكلم كلام النهارده مش مقنع، تقول لك دوره تنشيطيه. الدوره التنشيطيه حتى الجماهير مش هتسمح بيها، عشان تبقى حضرتك عارف، الالتراس النادي الاهلي مش هيسمح باي نشاط إذا لم تتمكن النهاردة، إذا لو بيأكل هناك. تسمح لي نستأنف ده بعد الاستراحة الإعلانية. بنقول للسادة المشاهدين أنه قولوا رأيكم في الاستفتاء، هل أنت مع إيقاف الدوري، نعم أم لا، كن مع كن ضد، وادخل على مواقعنا في الفيسبوك وقول وجهة نظرك. احنا بانتظار رأيكم، وبعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشرة.